الشيخ بالنسبة للذي يصوم ولكنه يتساهل بالصلاة، هل يقبل منه الصوم؟ لا يقبل الصوم إلا بعد أن يلتزم المسلم بالصلاة في وقتها ومع الجماعة، لأن الصلاة أكد من الصوم. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام وهي عمود الإسلام، والصوم هو الركن الرابع من أركان الإسلام، بل لا يصح صوم ولا عبادة مع تضييع الصلاة. نعم.